السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل. شكرا لكم والله. الحديث الذي فيه باب خير حر المسلم الذي فيه أن الله عز وجل يخرج من النار من قال في قلبه مثقال أدنى ذرة من إيمان. نعم. بقول أنه لم يعمل خيرا قط وعليها. توجيه هذه الأحاديث. ثم السؤال الثاني شكرا. أن أهل السنة نحن أهل السنة نعتقد أن الإيمان قول وعمل. نعم. لو ترك العمل جملة وتفصيلا هل يكفر؟ أعتذر عن هذا السؤال الآن لأن يحتاج إلى تفصيل ولا بد. وحديث أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط أحتاج إلى مراجعته، فظني أن هذه اللفظة فيها بعض الخلل من الناحية الإسنادية، فنظرة إلى ميسرة. سلامك الله.